جاءكم بصائر من ربكم. بصائر يعني ترون مناهج الحياة السعيدة في العقيدة وفي الشريعة وفي النظام وفي الأخلاق وفي العادات وفي الأحوال الشخصية وفي سائر الأمور. بصائر يعني ترى الطريق، هل هذا طريق صحيح؟ هل هذا طريق مغلوط؟ هذه تسمى بصائر. عندنا بصر هذه، وعندنا بصيرة هنا، البصيرة في القلب. قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني أبصر لكم الطريق. فمن أبصر ورأى فلنفسه، فائدته لنفسك. ومن عمي ما أراد أن يتبع البصائر فعليها، من اللي يضرر هو نفسه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وما أنا عليكم بحفيظ، أنا ما أتمكن أجبركم. أنت تتمكن تجبر الإنسان الذي يكذب أو الإنسان الذي يخون أو الإنسان الذي لا يصلي ولا يصوم؟ لا تتمكن. البصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم. عقيدتك كيف تكون؟ الله بينها. صلاتك، صيامك، صدقك، أمانتك، استقبالك للناس، تعاونك في الخير، هذه أمور غالباً المسلمون كانوا يعرفونها في الزمان السابق. جاءوا المستعمرون إلى بلادنا، غيروا المفاهيم، يعني غيروا البصائر، لأن البصيرة هي لا تحصل فجائية، وإنما البصيرة تحصل بسبب الدرس، بسبب المدرسة، بسبب الهداية والإرشاد، بسبب الوعظ والمنبر والخطابة. البصائر تحصل من هذا الشيء، وإلا الإنسان لا يولد من بطن أمه إنسانا عاقلا كاملا فاهما. يقولون الفرق بين الحيوانات وبين الإنسان أن الحيوان من يولد من أمه مزود بكل المعلومات الحياتية. يعني أنكم غالبا رأيتم فرخ الدجاجة، الفرخ الصغير بمجرد أن يخرج من البيضة يعرف أن الهرة عدو، القطوة عدو، ولهذا تهرب من الهرة هذه الفرخة الصغيرة. لكن جيب فرد إنسان طفل عمره 3 سنوات 2 سنين ودي لأحد يقتل حيوانات، يهرب من الأسد؟ لا، ما يهرب أبدا. يهرب من الحية؟ لا. فرد قصة جميلة وقعت في إحدى أرياف إيران. فرد أمية شافت الولد الصغير في الحجرة يتكلم مع إنسان، ماكو في الإنسان في الغرفة حجرة، ماكو في الحجرة إنسان، ماكو في الغرفة إنسان. دخلت الأم الغرفة، شافت هذا الولد الصغير عنده إناء لبن، وهذا اللبن محطوط أمامه كأنه فرد حية مرت من هناك. الحية تأكل اللبن، هاي قاعدتها، لأن القرى والأرياف فيها حياية وعقارب وما أشبه. البنايات الضخمة هالشكل لا توجد فيها إلا قليلا، أما في القرى والأرياف توجد فيها كثيرا. فشافت هذه الحية كأنه مارة من هناك، واصل إلى اللبن مال هذا الولد الصغير الطفل 2 سنين عمره 3 سنوات عمره.
فهي الحية مدخل رأسها في إناء اللبن فأخذت تأكل. الولد، هذا الولد الصغير، ماخذ برقبة الحية هالشكل، ثم هو الولد ويا هالإيد يأكل شوية ويخلي رأس الحية في الإناء بفلفلوف تكم. بعدين الولد يقول لها انت تأكل لفلوف، أنا إصبع إصبع، هذا ما يصير، مو عدالة، انت لازم شوية شوية تأكل، مو لفلوف وأنا إصبع إصبع. الولد الصغير، ولد الإنسان، هذا لا يفهم شيء إلا أن إذا قلت له هذه حية تلدغ، هذه عقرب، هذا أسد يفترس. أما الطفل الحيوان من يولد من أمه مزود بكل المعلومات، هلا مو في هالتفصيل إحنا ومو في قصدنا هذا الشيء، قصدنا أن الإنسان يعلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأدب هكذا، الاجتماع هكذا، الأخلاق هكذا، الاقتصاد هكذا، السياسة هكذا، التربية هكذا، وإلى آخر القائمة. هذه البصائر كانت عند المسلمين من يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتدت البصائر على طول التاريخ الإسلامي إلى قبل 50 سنة 60 سنة. جاء الغربيون والشرقيون ورأوا ما دامت هذه البصائر ممتدة عند المسلمين لا ترسخ لهم قدم في بلاد الإسلام، لذا نزعوها. الآن إذا ذهبت إلى كثير من الشباب الجامعيين وإلى الفتيات الجامعيات سألت عنها عن دينها لا تعرف بكل صراحة. أصول الدين كم واحد تعرفون؟ على الأغلب شبابنا ما يعرفون. لماذا ما يعرفون؟ لأنهم ما علموا. أكو إنسان علمكم أصول الدين؟ يلا أنتوا قاعدين هنا، المدرسة ماكو، إذاعة ماكو، تلفزيون ماكو، الصحيفة ماكو، البيت ماكو، المنابر هم من أحضرها الحمد لله رب العالمين إلا قليلا وقليلا يحضرون. عندنا هيئة جامعية، طلاب الجامعيين سألت من فرد واحد منهم قبل يومين 3 أيام، قلت كم واحد عندكم في هيئاتكم؟ الآن 4 سنوات هيئاتهم، قال 30 واحد. قلت هل تعلم أن في جامعة الكويت 7000 طالب وطالبة أكو، وهم فقط عندهم شكثر 30 واحد. لذا الغربيون والشرقيون جاءوا إلى بلادنا وفعلوا أهم شيء، نزعوا الثقافة الإسلامية من أدمغتهم بسبب المناهج التي استوردوها والتي صدروها من بلادهم إلى بلادنا. تمكنوا من نزع الثقافة الإسلامية عن أدمغة شبابنا. الآن واجب الشباب أن يردوا هذه الثقافة إلى أدمغتهم بسبب الهيئات، بسبب الكتب، بسبب المجالس، بسبب مجالس الوعظ والإرشاد. لازم يرجعوها، لأن هذه البصائر تنفع الإنسان. هذا هو، مو أن البصائر والدين عبارة عن شيء لا ينفع وفرد شيء في عاتقك وفرد ثقل، وإنما شيء ينفع الإنسان نفسه نفعان. النفع الأول حياة سعيدة. الإنسان الذي لا يعرف كيف يدير الزوجة، كيف يدير العائلة، كيف يدير الاقتصاد، كيف يدير السياسة، مدى الاستعمار يركبون على ظهره. هذا أول شيء. الآن أغلب البلاد الإسلامية حقيقة ما يعرفون السياسة الإسلامية شنو، تعرفون أبدا. ولهذا شوف يصير عندهم انقلاب ويصير عندهم ثورة ويأتي عملاء الاستعمار وبالتصفيق وباسم الأحزاب الشرقية والغربية يركبون على ظهورهم. فإذا ما عرفت معنى السياسة الإسلامية هذا هو. أما إذا عرفت معنى السياسة الإسلامية يعني رضا الله ورضاك، فهذا الحكم أنا ما أريده خلاص. وكذلك الاقتصاد في الإسلام، إذا عرف الإنسان المسلم أن الاقتصاد في الإسلام معناه أن فلوس البلاد لازم في كيسهم خلاص، مو أن فلوسهم يروح للخارج ويهرب كما في أكثر البلاد الإسلامية. فهذا الشيء ناشئ عن الجهل.
الجهل مو يضرك فقط في صلاتك وفي صومك، الجهل يضر الإنسان في دينه، في دنياه، في آخرته، في عائلته، في زراعته، في صناعته، في اقتصاده، في تجارته، وفي كل شيء. هذا الشيء يجب أن يرجع إلى البلاد الإسلامية، وإلا البلاد الإسلامية ترزح تحت الاستعمار ما دام المسلمون جاهلين. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، أنا أريكم الطريق. من أراد أن يسلك فليسلك، تحسن دنياه وتحسن آخرته، ومن أراد أن لا يسلك فلا يسلك، تهدم دنياه وتهدم آخرته، أوله وآخره. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الشهرة الحسنة لك إذا أنت مسلم صحيح، إذا أنت كاتب قدير، إذا أنت منطيق عالم منطيق، إذا أنت مهندس خبير، إذا أنت دكتور متفوق في الطب، أنت مشهور. كلكم سامعين باسم إديسن، لماذا سامعين باسم إديسن؟ كلكم سامعين باسم باستور، لماذا سامعين باسم باستور؟ كلكم سامعين باسم نيوتن، لماذا سامعين باسم نيوتن؟ العلم يقدم الإنسان. الخوف من الله يجعل منك أنموذجا صالحا للحياة. معرفة الإسلام والتأليف حول الإسلام وتكوين الهيئات وتكوين المساجد والمدارس والمكتبات والمطبعات والجرائد والنوادي يجعل منك شخصية أصلا، شخصية تحترم. أكو حقيقة، صدقوا، مثلا فلان المغني أو فلان المغنية، هذا ما لهم قيمة تاريخية. نعم، فرد أيام قلائل هؤلاء يهيجون شهوات الناس للحرام، يأخذون قسطا زائلا من المال، لكن هل هؤلاء يبقون في التاريخ؟ هل هؤلاء لهم احترام العلماء؟ هل هؤلاء لهم شخصية الأفضال؟ فرد واحد كان في بغداد، هذا الرجل في زمان الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام السابع عليه الصلاة والسلام، هذا كان من السفلة، بشر اسمه، من السفلة في غناء والرقص والزنا وهالأشياء مقضي عمره. بعد ذلك الإمام موسى بن جعفر في قصة أرشده وهداه، لما هدي بسبب الإمام موسى بن جعفر ركض وراء الإمام حافيا، ولذا سمي بالبشر الحافي. هذا الرجل التاريخ عظمه إلى هذا اليوم، هو معظم. إذا ذهبت إلى بغداد بشر، شوف السيارات واقفات، هنا ما أدري سيارات ما شايف أن يصيحون أو ما يصيحون، هناك في بغداد يصيحون، مثلا من بنيد القاري يريد يودي صليبي خات، يصيح صليبي خات صليبي خات، أو يريد يودي الأحمدي يصيح أحمدي أحمدي، هناك يصيحون، هناك يصيحون، مناطق خاصة في بغداد بشر 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 بشر، شيخ بشارم يقولون له بشرم يقولون له. قدره شخصيته 1300 سنة. لماذا هذه الشخصية؟ لأنه سلك طريق الله، سمع كلام الله. إذا كان فرد مغني وفرد زاني وفرد راقص، هل كان يحترم؟ أبدا. ما أكثر المغنين والراقصين والراقصات في العالم. يذكر في أحوال هذا الرجل وهو بشر الحافي أنه تمرض، مرض، بعدما تاب، تاب إلى الله توبة نصوحة، كسر قنان الخمر قنينة، وأخرج المغنين والمغنيات من بيته، وطرد المطربين والمطربات، وتاب إلى الله، وترك أصدقاء السوء، وتاب إلى الله وتزهد، فاشتهر في بغداد بأن بشر المغني الراقص تاب إلى الله. بعد مدة، وأخذ يعبد الله سبحانه وتعالى، بعد مدة هذا رجل تمرض. في الزمان القديم كان عندنا طب مات الله يرحمه، وجاء هذا مكان هذا الطب الحديث الذي هو لا يعرف علاج الإنسان،
الحقيقة الطب الحديث كل ما تسمعون هالشكل تشريع وهالشكل تقدم طب وهكذا وهكذا كله كذب وافتراء. الطب الحديث هدم الإنسان هدما، لأنه سابقا في بلادنا لنفرض الكويت كان فيها 2 طبيب 3 طبيب 4 طبيب وبالمية 99 من الناس أصحاء الجسم. اسأل من أباكم كلكم أنتم أباء وأمة، اسألوا أنكم كنتم تعرفون سابقا الأمراض أصلا؟ ما كان، لأن كان عندنا مناهج إسلامية طبية ومناهج طبية صحيحة في البلاد. هذه المناهج كانت كفيلة بشفاء الناس. الآن تشوف كلما زادت المستشفيات وكلما زادت المستوصفات وكلما زادت الصيادلة وكلما زادت الدكاترة وفرد هجوم عليهم من المرضى، وبالمية 90 من الناس مرضى. هذه مناهج استعمارية طبية أيضا. وفي ذات يوم إذا الطب إذا الاستعمار ذهب من بلادنا، لازم استعمار فكري أقصد مو استعمار عسكري، لازم هذا الطب أيضا يشذب. هذا لا شك فيه أن قسما من الطب الحديث هذا زين لا بأس به وأنه تفوق علمي وتقدم، لكن قسم منه غلط أيضا يجب أن يضم إليه الطب الإسلامي، لأن في الإسلام أكو طب خاص. هذا إذا ضم إليه معناه أنه يصبح طبا صالحا، ولازم أنه ترى من 1,000,000 إنسان حتى 10,000 إنسان مو مرضى. هذا منهاج الطب. منهاج الطب القديم كان من جملته القارورة، على أنه كلامنا إحنا في الطب. الطب القديم شنو؟ وسائل ما كانت عندهم شيء واضح، لكن مع عدم الوسائل كان الطب أحسن من الآن. يشوفون من العين يشخصون الأمراض، من العين، من اللسان يطلع لسانه يشخص المرض، ومن النبض يأخذ النبض. هذا النبض مالك شايفه؟ هذا النبض مالك في الطب القديم 70 قسم ينبض، وكل قسم علامة مرض. هذا النبض نبض، هذا النبض تأخذه حتى ما تعرف قسمين من نبضك، بس لن تعرف منه كثير منهم حتى ما يعرفون عدد القسم الواحد. هنا من تأخذه هنا هذا النبض أكو نبض ينبض يعني يتحرك. هذا النبض 70 قسم يضرب، يعني أنه فلان مرض إذا صار فيها مرض الكبد فرد قسم يضرب، إذا صار فيها مرض الكلية فرد قسم، إذا مرض الرئة فرد قسم، إذا مرض مثلا أمعاء فرد قسم، إذا مرض القولون فرد قسم، 70 قسم هذا الشيء. فكل العلامات كانوا يأخذونها من نفس جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل جسم الإنسان أن أي مرض في داخله يعطي فرد علامة إلى خارج الجسم. مثل السيارات، أكو قسم من السيارات الجديدة الحديثة، هذين السيارات أي عطب يصير في داخل السيارة يعطي إشارة إلى فرد ضياء في خارجه. يمكن شايفين قسم منكم بدن الإنسان هالشكل، لأن بدن الإنسان جهاز مكمل إلى أبعد الحدود. هذا القسم كان قسم كان يأخذونه من البول. في الحديث أكو صانع وجها واحدا يكفك الوجوه، يعني ارتبط بالله الله يجعلك شخصية، أنت كذلك، طبيب كذلك، المهندس كذلك، المحامي كذلك، الخطيب كذلك، العالم كذلك، الأمير كذلك، الوزير كذلك، الملك كذلك. أي إنسان ارتبط بالله الله سبحانه وتعالى يربط هذا الرجل بالناس. في القرآن الله يقول هذا الشيء، ها، على الشباب أن يقرأوا القرآن لتنسون هذا الشيء. ها، إذا أردتم النجاح في دروس المدرسة فعليكم بالمسجد، بمجلس الحسين، بقراءة القرآن، بقراءة الدعاء، لأن كل الأمور بيد الله. من الممكن أنت تتعب نفسك ومو مرتبط بالله وترسب، ومن الممكن أنك نصف هذا التعب تتعبه ومرتبط بالله والله ينجحك. في القرآن الحكيم الله يقول هذه الحقيقة، لا تنسون القرآن يومي ولو صفح قرآن يقرؤ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يجعل محبتهم في قلوب الناس. أتنايم في بيتك والناس يحبوك، هذا لأن الله يريد هذا الشيء.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الناس يحبوك لك. فرد واحد من الشباب يقول في الحقيقة أنا كنت أظن القرآن مال الأموات. قلنا شلون؟ قال لأنه بس أشوف على الميت يقرأ القرآن. إذا واحد يموت إن شاء الله تعالى يودوه إلى مغتسل وبعد ذلك يجيبوه إلى حسينية شيء القاري يقرأ القرآن. قال أنا لبالي القرآن مربوط بالأموات فقط، قرآن كتاب الحياة. استجيبوا لله والرسول. في القرآن الله يقول إذا دعاكم لما يحييكم حياة. ومن يوم ترك المسلمون القرآن سيطر عليهم المستعمرون وصاروا من نفايات البشر ولا يعتنى بهم ولا يؤخذ رأيهم ولا قيمة لهم من يوم تركوا القرآن، لأن الحياة راحت. فالكلام في أنه الإنسان يجب عليه دائما أن يتبع بصائر الله. قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر يعني تعرف طريقك في الحياة، شلون تعامل زوجتك، أباك، أمك، جارك، صديقك، زميلك، أخاك، أختك، بنتك، دراستك، تجارتك، شلون تعامل. هذا الله بينه في الإسلام. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. إلك، ما عصيت الله لنفسك، أطعت الله لنفسك. ومن عمي التهل ليلة إن شاء الله طلعت من هنا، خلي على عينك فرد أصابع وامشي بالشارع، شنو يصير؟ فرد سيارة تجي وتصطدم بك. إذا أبصرت لمن؟ لنفسك. إذا عميت لمن؟ على نفسك. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. بعدين والله يقول وما أنا عليكم بحفظ الرسول. يقول أنا ما أحفظك، أنا قلت لك هذا الطريق، هذا الشارع، هذا المنهاج، إن أحببت أن تسير فيه سيرة حسنة النفع لك، وإن أحببت أن تسير فيه سيرا سيئة فالضرر لمن؟ عليك. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.